بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الفرقة الثانية جنرال، كل سنة وحضراتكم طيبين وسنة سعيدة عليكم يا رب إن شاء الله. أنا أبو بكر عبد الوهاب إن شاء الله هدرس لكم كورس الإلكتروكيمستري. الإلكتروكيمستري يا أولاد ده برانش من الفيزيكال كيمستري، من الاسم بتاعه ديل ويز ذا ريليشن شيب بتوين الكيميكال رياكشن والإلكترو والإلكتريسيتي. يبقى أنا عندي هنا حاجتين، يا إما سيرتن كيميكال رياكشن كرييت إلكتريسيتي، أو إيه؟ أو electricity make certain chemical reaction to happen. لو احنا جينا بصينا على الالكترو كيمستري، أو بمعنى آخر قلنا التايب اوف الكترو اناليتيكال ميثود، في بوتنشيومتريك ميثود، كولومتري، وفولتمتري. هنا إن شاء الله هنبدأ بالبوتنشيومتري. البوتنشيومتري هو measurement of the potential in volt using voltmeter that يبقى بنقيس البوتنشال اللي هو that developed on a sensitive electrode immersed in a solution of its own ions. اوكي يعني لو احنا جينا قلنا بكلام نوضح اكتر، انا عندي بيس من الميتال، قطعه من معدن، عملت لها immersion في محلول املاحها الزنك، عملت له immersion في زنك سلفيت solution. ببص الاقي على الانترفيس هنا بيتكون حاجه اسمها potential difference. البوتنشال ديفرنس ده هو المسؤول او هو اللي بيحدد لي او بيقيس ذا تندنسي اوف ذا كيميكال سبيشيز او الايون او الميتال ده ان هو يحصل له اوكسيديشن او ريدكشن. البوتنشال ديفرنس ده بنسميه الالكترود بوتنشال. الالكترود بوتنشال ده على حسب طبيعه الميتال ده او الاليمنت. لو ليه هاي سوليوشن بريشر يبقى بيحصل انه بيفقد الكترونز ويتحول للايون بتاعته، زي الزنك ده يتحول لزنك ايون، الايرون يتحول للايون بتاعته النيكل. لو الاليمنت ده ليه هاي ايونيك بريشر زي الكوبر او الميركي او سيلفر، بيبقى ايه ليها هاز ابيليتي تو اكسبت الكترونز ويتحول للايه للاليمنت بتاعه. يعني انا عندي هنا في السيل دي الزنك بيفقد الكترون تو الكترون، يتحول لزنك ايون في المحلول بتاعه. الكبر هنا جين تو الكترون، يتحول لكبر ميتال سوليد. اوكي يبقى الزنك عشان ليه هاي سوليوشن بريشر بيتحول لزنك ايون، وهنا الكبر بيتحول للكبر ميتال او السوليد. هنا بنسمي الزنك او بنقول ان الزنك حصل له اوكسيديشن لوس اوف الكترون، والكبر هنا حصل له reduction لانه جين الكترون. هنا بنسمي السيل دي انوديك هاف سيل عشان اوكسيديشن بتحصل حاجه اسمها الانود، افتكر كده انود او ان اوكسيديشن، لكن هنا كاسود، اول حرف من الكاسود كات، كات بيقولوها ريد كات، ريد كات قطه لونها احمر، كاسود ريد كات. طيب يبقى كاسودك هاف رياكشن عليه بيحصل الريدكشن، وهنا الانوديك هاف رياكشن للسيل بيحصل اوكسيديشن. هاو تو كالكوليت الكترود بوتنشال. الكترود بوتنشال ده لوحده انا عشان احسبه صعب، ليه؟ لانها هاف سيل مش سيل كامله. فقال لك بنعمل لها اتصال ب سيل ثانيه بنسميها ستاندرد سيل، اوكي، او ريفرنس الكترود، عن طريقه اقدر احسب او اقيس البوتنشال. بنسميه ستاندرد هيدروجين الكترود او ريفرنس هاف سيل. طيب لو انا جيت بصيت هنا ميجرمنت اوف ستاندرد، لو حبيت اقيس الستاندرد ريدكشن بوتنشال بتاع الكبر في السيل دي بوصله بايه؟ ستاندرد سيل. لو بصينا كده ميجرمنت اوف كبر ستاندرد ريدكشن بوتنشال، الكبر هنا امست في محلول املاحه كبر سلفيت، وعملنا له اتصال بالريفرنس الكترود او ستاندرد اللي هو الهيدروجين، ستاندرد هيدروجين سيل. بنبص هنا بنلاقي الكبر بيمثل الكاثود لانه حصل له ريدكشن زي ما قلنا، والهيدروجين بيمثل الانود لوس اوف الكترون، يبقى الكبر جين الكترون وحصل له ريدكشن، الانود لوس الكترون وحصل له اوكسيديشن. الفولتميتر اس 0.34، ده اسمه السيل بوتنشال، السيل بوتنشال كله اتقاس. طيب انا عندي ده ستاندرد 0 ات 1 اتموسفير،
يبقى النت ريزلت لو احنا بصينا في المعادله، ركز معايا كده، الكبر ريدكشن تو الكترون تحول لسوليد، والهيدروجين تحول لهيدروجين ايون. المعادله كلها قلنا السيل بوتنشال كلها اوفر اول بيساوي ستاندرد ريدكشن بوتنشال بلس ستاندرد اوكسيديشن بوتنشال. اللي حصل اوكسيديشن الهيدروجين، اللي حصل ريدكشن الكبر. اس الفولت ميتر اس 0.34 ده زيرو، يبقى النت ريزلت في الستاندرد ريدكشن بوتنشال بتاع الكبر ايكوال تو بلس 0.34. طيب لو انا حبيت اقيس الزنك ستاندرد ريدكشن بوتنشال، الزنك هنا حصل له زي ما قلنا حصل له اوكسيديشن لوس الكترون وبيمثل الانود، الهيدروجين هنا بيمثل الكاثود وجين الكترون، الفولت ميتر اس 0.76 فولت برضه بنفس الكلام المعادله، النت السيل بوتنشال بيساوي ستاندرد ريدكشن بوتنشال بتاع الهيدروجين اللي حصل له ريدكشن زي ما قلنا، والزنك حصل له اكسديشن كانود، قلنا اس الفولت ميتر اس 0.76 زيرو، الريدكشن بتاع الهيدروجين زيرو ستاندرد، والاكسديشن بتاع الزنك لقيناه هيبقى 0.76 فولت. طيب هنا اوكسيديشن الزنك حصل اوكسيديشن، بس انا هنا في السيل بوتنشال بقيس الريدكشن بوتنشال، يبقى قال لي ان الريدكشن بوتنشال بتاع الزنك هو هو الاوكسيديشن، بس بنعمل انفيرس بتعكس الاشاره العربيه موجه تبقى سالبه. اوكي النت ريزلت ان السيل بوتنشال هنا بيساوي الستاندرد ريدكشن بوتنشال بلس ستاندرد اوكسيديشن بوتنشال بتاع الانود، الريدكشن بوتنشال بتاع الكبر، والاكسيديشن بوتنشال بتاع الزنك. هبص هنا عندي في المعادله 34 بلس 0.76. طيب ازاي؟ لان هي المعادله اساسا بتقول، بصوا كده يا اولاد، بتقول ان سيل بيساوي الريدكشن بوتنشال الكاثود بلس الاكسديشن بوتنشال اوف انود. طيب دي المعادله السيل كلها، قال لي ان الاكسديشن بوتنشال ده هو هو ايه الريدكشن بوتنشال بس بالماينس، يبقى انا احط ايه ماينس ريدكشن بوتنشال اوف انود ماينس اي ار دي اوف انود. هناك الكاثود كان كام؟ كام 34.34 وماينس ماينس بموجب. اوكي ركز معايا، هيبقى ماينس ماينس هيبقى موجب 0.76 بيساوي 1.1 فولت. اوكي اوكي ده التوتال سيل بوتنشال بتاع الالكترود التو الكترود. اوكي اوكي ممكن نحسبها برضو من حاجه اسمها نيرس ايكويشن. نيرس ايكويشن عند تمبريتشر 0.5 بتساوي ستاندرد الكترود بوتنشال ده بالنسبه للميتال ميتال ايون بلس 0.06 على نمبر اوف الكترون جين اور لوس في لوغاريتم المولر كونسنتريشن بتاع الميتال ايون بلس ده لحد الميتال ميتال ايون سوليوشن. لو نون ميتال نون ميتال ايون سوليوشن بتساوي ستاندرد بوتنشال ماينس 0.06 على نمبر اوف الكترون تمام لوغاريتم المولر كونسنتريشن بتاع ان نون ميتال ايون. الستاندرد بوتنشال ده هو بوتنشال هو ات از الكتروموتيف فورس or the potential that produced when metal is immersed in one molar solution. اوكي بيحدد لي الابيليتي للميتال ده ان هو لوس او جين الكترون، زي ما قلنا البوتنشال ده بيحدد قابليه الميتال ده انه يكتسب او يفقد الكترونات. اوكي اوكي
يبقى قلنا زي ما اتكلمنا عن الكيميكال رياكشن، هنا مثلا على سبيل المثال حصل اوكسيديشن لوس الكترون، وهنا ده بقى حصل ريدكشن وده اوكسيديشن. ماشي. certain chemical reaction can create electricity. certain chemical reaction can create electricity. السيل دي لو احنا جبنا الزنك في الخلايا اللي عدت دي والكبر ووصلناهم ببعض، هنبص نلاقي عند اللمبه دي بتنور. طيب ايه اللي حصل؟ في electricity مرت، يعني في electrons اتحركت من مكان ده جن، زي ما تحدثنا قلنا انه ده لوس الكترون وده جين الكترون. طيب السيل دي بنسميها جالفانيك سيل اور فولتيك سيل اور دانيال سيل، كرييت الكتريسيتي يوزنج كيميكال رياكشن. كوبر سلفيت سوليوشن، كوبر سلفيت سوليوشن، زنك سلفيت سوليوشن، وزنك ميتال، كوبر ميتال، زنك ايون، سلفيت ايون. وهنا برضو سلفيت ايون. اوكي. الزنك هاز ا ويكر بول فور الكترون، يعني بيفقد 2 الكترون، والكوبر هاز سترونج بول اوف الكترون. الاكسيديشن لوس اوف الكترون والريدكشن جين اوف الكترون. الزنك لوس الكترون سو ات از اوكسيدايزد، والكوبر جين الكترون زي ما احنا قلنا سو ات از ريدوسد. اباف رياكشن هابن اون اتس اون، ات از سبونتينيوس ناتشورالي. لو انا عملت ده من غير اي ابلكيشن او بدون اي تدخل، حاجه سبونتينيوس اللي بتحصل. طيب في حاجه اولاد اسمها ستاندرد ريدكشن بوتنشال اللي احنا اتكلمنا عنها وقلنا في الورق اللي قبل كده. لقينا ان الكوبر قلنا 0.34 بلس، والزنك ماينس 0.76، وعرفنا ازاي حسبناها. طيب فقال لك كل مكان ستاندرد ريدكشن بوتنشال ده بوزيتيف، ليه قابليه انه بول فور الكترون، يعني يحصل له ريدكشن. لذا قلنا في السيل هناك في الجالفانيك سيل ان الكبر حصل له ريدكشن لان ليه بوزيتيف ستاندرد ريدكشن بوتنشال، وايل زنك هاز نيجاتيف ستاندرد ريدكشن بوتنشال، عشان كده قلنا حصل له اوكسيديشن لوس الكترون. يبقى قال لي زي ما بقول لك كل ما زاد البوزيتيف سترونج بول اوف الكترون. يبقى هنا الكترود الزنك والكوبر بول الكترون، ده الكترود وده الكترود. الانود اوكسيديشن هابن، الكاثود ريدكشن هابن، ان اوكس وزي ما قلنا ريد كات. طيب يبقى ده اللي قدامنا ده اسمه جالفانيك سيل. الجالفانيك سيل ده هي ديفايس يوز ا كيميكال رياكشن تو كرييت الكتريسيتي ديبند اون اوكسيديشن ريدكشن رياكشن. طب ايه مثال؟ الباتري از ان اكزامبل اوف جالفانيك سيل، بطاريه جافه اللي احنا بنستعملها في حياتنا اليوميه دي مثال للجالفانيك سيل. طيب الجالفانيك سيل دي زي ما قلنا فيها زنك كوبر سلفيت، زنك سلفيت وكوبر سلفيت سوليوشن، اميرسيت ميتال ميتال. طيب ايه اللي بيحصل يا اولاد؟ هنا انا عندي الزنك لوس الكترون، لوس الكترون يتحول لزنك ايون في السوليوشن، زنك ايون، زنك ايون بلس بلس 2 بلس 2. اوكي زنك ايون، وايل كوبر ايون جين الكترون تحول لكوبر ميتال، كوبر ميتال. يبقى هبص الاقي ده بيزيد، الميتال ده بيزيد لكن ده بيقل، بيقل حجم بتاعه ده ريديوسد. زنك هاز ا ويكر بول اوف الكترون، الكترون بيتحرك منه لان ستاندرد ريدكشن بوتنشال قلنا بتاعه ايه بالماينس. ده هاف هايتن ديزي تو بول الكترون، سترونج بول الكترون لان ستاندرد ريدكشن بوتنشال بتاعه قلنا بوزيتيف. اوكي اوكي النيوترال اتوم ميك سوليد ميتال، ما النيوترال اتوم حصل نيوتراليزيشن ب 2 الكترون. اوكي وكون ايه؟ وكون ميتال ايون. لو احنا قلنا مثلا سيميوليشن للسيل اللي احنا شايفينها قدامنا دي يا اولاد، اهو الزنك هنا، الزنك فقد الكترون تحول لزنك ايون في المحلول، والكبر هنا الالكترون نزلوا التو الكترونز اهو،
عدل الشحنة الموجبة بتاعت الكبر وتحول لكبر ميتال زاد، اوكي، واللي هي دي الجالفانيك سيل. يبقى كبر وعندي زنك، وهنا صلفيت زي ما قلنا زنك صلفيت سوليوشن وكبر صلفيت سوليوشن، اوكي. في حاجة بين الاتنين دي اسمها سولت بريدج، هنتكلم عنها بالتفصيل. فيها ايونز، فيها الكترولايت، وده الفولتميتر. فولتميتر، اوكي. طيب لو احنا جينا بصينا قلنا الاكسديشن ايكويشن، ودي بنسميها ريدكشن ايكويشن، الزنك تحول لزنك ايون لوست الكترون، والكبر جين الكترون وتحول لكبر سوليد. طيب ده هاف، قلنا الهاف ريدكشن سيل او ريدكشن هاف سيل، وده الاكسديشن هاف سيل. النت ايكويشن الزنك الكترون مع الكترون تو الكترون مع الكترون، يبقى الزنك سوليد، زنك سوليد يا اولاد، وكبر كبر اكوس ايون، طبعا كبر ايون دين زنك ايون بلس 2 وكبر سوليد. لو احنا حبينا المعادله دي نكتبها السيل نوتيشن او شورت هاند ابريفيشن، هنكتب زنك سوليد وبنعمل سلاش اللي هو الباوندري ما بين السوليد والسوليوشن او الايون سوليوشن، وبنعمل تو سلاش بنسميه سولت بريدج اللي انا شورت لكم عليها دي، اسمها سولت بريدج. دي سولت بريدج، هنعرف ايه المهام بتاعتها سولت بريدج. طيب سلاش تو سلاش دول سولت بريدج، الكبر ايون اكواس بلس كبر سوليد. الليفت بيحصل اوكسيديشن وبنسميه انود، والرايت بيحصل ريدكشن وبنسميه كاثود. حتى بنقول ان الاي سيل بيساوي الاي كاثود ماينص الاي انود، الرايت ناقص الليفت، رايت وده ليفت. اوكي يا شباب معايا؟ معايا تمام. يبقى هنا زي ما قلنا الزنك ايون هنا بتفقد الكترون، بتحول الزنك ميتال بيفقد الكترون بتحول لزنك ايونز بلس بوزيتيف 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 بوزيتيف. ال هنا الكبر جين جين الكترونز، ما هو الكترون جايه الكترونز جين الكترون، بيتحول من كبر ايون لكبر ميتال، حجم بيزيد بتاع الميتال ده ترد بيزيد. طيب ببص الاقي هنا الكبر الزنك ايونز البوزيتيف تشارج بتزيد، وال بتزيد تحول الزنك ايون على النقيض من ذلك او العكس من ذلك، بلاقي السلفيت او النيجاتيف ايون هنا بتقل. ليه؟ ما حصل نيوتراليزيشن للبوزيتيف وتحول لميتال. طيب بعد لحظه من اللحظات او فتره بلاقي الرياكشن وقف او حصل توقف في التفاعل او اللمبه ما بتنورش. ايه اللي حصل؟ لان هنا حصل build of negative charge وهنا positive charge. طب ايه الحل؟ الحل اللي بحط حاجه اسمها salt bridge. salt bridge salt bridge دي عباره عن new shape tube filled with an electrolyte. الالكترولايت ده مملوء او الالكترولايت ده بيتكون من ions اوكي كلورايد او زي مثلا بوتاسيوم كلورايد، صوديوم كلورايد، بوتاسيوم نيتريت، صوديوم سلفيت، بنحطها في السوليوشن. ايه فايدتها؟ هنتعرف عليها بعد كده زي ما نشوف. هي بتعمل مينتيننس اوف الكتريسيتي او بالانس اوف الكتريسيتي. الكونكلوجن اللي احنا اتكلمنا بنقول اكسيديشن بتحصل في هفصل ده بتاع زنك، هفصل الزنك از انود، زنك هاز ويكر بول اوف الكترون اوكي، ودي المعادله بتاعته. والكبر سولو ريدكشن، ريدكشن هاف سيل، كبر از كاثود، كبر هاز سترونج بول اوف الكترون، ودي زي ما قلنا السيل نوتيشن او شورت هاند ابريفيشن بتاع الكيميكال رياكشن اوفرول. وزي ما كتبنا قبل كده قلنا ان السيل بوتنشال بيساوي البوتنشال بتاع الكاثود ماينس بوتنشال بتاع الانود ريدكشن بوتنشال. في حاجه يا اولاد اسمها كونسنتريشن سيل، هناك كان واحد جالفانيك سيل زي ما قلنا، هناك جالفانيك سيل اسمها جالفانيك سيل كبر سلفيت سوليوشن زنك سلفيت سوليوشن
different ion solution. طيب لكن لو جيت بصيت هنا انا عندي لل concentration cell دي هي نوع من انواع الجالفانيك سيل. بس ركز كده، التو ايونيك سوليوشن واحد، كوبر سلفيت كوبر سلفيت، بس الكونسنتريشن مختلف 0.01 مولر 0.1 مولر. اوكي 0.01 مولر الكونسنتريشن مختلف، نتيجه لذلك برضو بيحصل فرق في الجهد. هنا الانود اللي اقل في الكونسنتريشن، وهنا الكاسود حورك برضو نفس الحكايه نيجاتيف الكترونز. اوكي بس الفرق انه ايه هاف ذا سيم ايون سوليوشن بات ديفرنت ان مولاريتي او ان كونسنتريشن. تسال طيب اوف جالفانيك سيل ايش هاف سيل هاز ذا سيم الكترود بات كونسنتريشن اوف ذا الكترولايت ان اتش هاف از ديفرنت. بتتكتب بالطريقه دي كوبر وكوما مفيش سلاش، كوبر ايه او واحد كوبر ايون سلاش. اوكي اوكي هنا برضو هنا كوبر يا اولاد. يبقى سيل بوتنشال بيساوي ستاندرد بوتنشال ريكشن بوتنشال ماينس اوف كاثود ماينس ستاندرد بوتنشال اوف انود. طيب الاثنين دول بيضيعوا بعض يبقى زيرو على حسب النيرس اكويشن 06 ملتيباي باي 2 اللي هو الكبر طبعا جين 2 الكترون لوغاريتم الايه الانود او الاكسيدايزد فورم على الريديوسد فورم 0.1 يساوي 0.03 فولت. طيب احنا اتكلمنا قلنا حاجه في حاجه اسمها سولت بريدج. سولت بريدج السولت بريدج دي يا اولاد تيوب فيلد ويز اجار وفيها الكترولايت. باجي في فلاسكه بحط الاجار واحط سوليوشن اوف بوتاسيوم كلورايد سوليوشن واسخن زي الجل كده وبعبي الانبوبه دي وبعمل لها بلاج بسدها بجار أجر أجر أو بسدها بكتم. طيب الفانكشن بتاعتها maintains electrical neutrality in the cell لأن احنا زي ما قلنا يا أولاد عند الأنود oxidation release positive charge positive metal ion دي metal ion positive زي ما قلنا والسوليوشن become more positively السوليوشن بيبقى كله positive كله positive. أوكي لذلك النيجاتيف ايون من البريدج بتتحرك ناحيه سوليوشن تو بالانس ذا بوزيتيف تو بالانس ذا بوزيتيف تشارج. في العكس من ذلك عند الكاثود قلنا بتنزل الكترون بتخلي المحلول كله نيجاتيف تشارج. يبقى بلاقي ان وبيتكون انه زي ما قلنا بلاقي ان النيجاتيف تشارج البوزيتيف تشارج بتاعت الالكترولايت اللي انا حاطه في السولت بريدج بتاعتي بتتحرك ناحيتها وتعادلها لي. البوزيتيف تشارج ايون من السولت بريدج دي فلو ناحيتها وايه وتعادلها تو ريسبلاي ذا لوست بوزيتيف ايون عشان تعوض الكوبر ايون ديت البوزيتيف اللي فقدت. خلاص زي ما قلنا يبقى without salt bridge the solution of the half cells will become imbalanced لانه بيحصل imbalance and the cell voltage will drop zero. يبقى فايدتها انها بتعمل maintenance of electrical neutrality in the cell. في حاجة مهمة جدا اسمها liquid junction potential. liquid junction potential ده أولاد or diffusion potential it is a potential developed between the two boundary of the junction at the two end of the salt bridge. هنا بينشأ حاجة اسمها junction potential هنا وهنا. طيب ايه سببه
نتيجة للديفرنس في الريت اوف مايجريشن، يعني البوتاسيوم ايونز هنا المايجريشن بتاعها مش هو بالسرعة دي، مش واحد. الديفرنس ده في الريت اوف مايجريشن اوف بوث كاتاين اند انايون، ده كاتاين وده انايون، ليد تو ان ايكوال ديستريبيوشن اوف تشارج. نتيجة لذلك بيحصل هنا فرق جهد، بنسميه ديفيوجن بوتنشال او ليكويد جانكشن بوتنشال. الليكويد جانكشن بوتنشال ده بيعمل لي انترفيرنس في الميجرمنت بتاعتي في البوتنشال. عشان كده لازم احنا نقلله الليكويد جانكشن بوتنشال ده، احنا عايزين نقلله. يبقى قال لي ان البوتنشال ديفلوب بين ذا تو باونتر اوف ذا جانكشن او ذا تو اند اوف ذا سولت بريدج is produced due to the difference in the rate of the migration of both cation and anion of the salt bridge, which lead to an equal distribution of charges at the end of salt bridge, thus producing a potential called diffusion potential. الإفكت بتاعه بيعمل interference مع الميجرمنت اللي شغالة should be minimized. إزاي نقلله؟ To reduce liquid junction potential. أولا نختار الكترولايت يا أولاد. الكترولايت تمام؟ ليها نفس الموبيليتي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مثلا اختار بوتاسيوم كلورايد، البوتاسيوم الموبيليتي حركه الايونز دي والكاتايون تقريبا واحده، بلاقي البوتاسيوم ده تقريبا 73 والكلورايد ايون تقريبا 76، قريبين من بعض. او نيتريت مثلا، بوتاسيوم نيتريت 71 او 72 والكوبر والبوتاسيوم 73. يبقى شوز الكلورايد اوف ذا سولت بريدج ذات از ان ايون اند كاتايون هاف نيرلي the same mobility, so they move by the same rate leading to equal distribution of charge. او ازود الكونسنتريشن بتاع الالكترولايت ده، ترايت كونسنتريشن اوف ذا كرويت اوف ذا سولت بريدج تو ريدوس، عشان نقلل الديفرنس في الريت اوف ايون مايجريشن. الريت اوف ايون مايجريشن ده نقلل الديفرنس اوف ريت، يبقى نزود الكونسنتريشن. يبقى احنا لما اتفقنا وقلنا يا اولاد في البدايه ان في الانترودكشن بتاعتنا ان الانتروكشن الالكتروكيمستري ريليشن شيب بتوين كيميكال رياكشن اند الكتريسيتي، سيرتن كيميكال رياكشن كان كرييت الكتريسيتي، ده في الجلفانيك سيل. في البند الثاني الكتريسيتي كان ميك سيرتن كيميكال رياكشن. يعني ايه؟ انا عندي مثلا السي بيتحول للدي، او اقول يفقد الالكترون. لا، هو ما بيحصلش، ما بيقدرش يفقد الالكترون لان له هاف هايت انتنسيتي تو بول الكترون. لا، انا هنا عايز انا ابول، انا اسحب الكترون، اشدها منه بايه؟ اعمل ابلاي للالكتريسيتي، تيار باتري. اوكي، طيب لو عندي مثلا الهيدرو الميه تحول لهيدروجين واكسجين، بيقول لي لو نفترض ان الاكسجين ده هيحصل له اوكسيديشن لوس الكترون، والهيدروجين ده يحصل له ريدكشن جين الكترون. في الواقع تفاعل زي ده ما بيحصلش، لان الاكسجين سترونج بولر اوف الكترون والهيدروجين ويك بول اوف الكترون. طيب reaction doesn't happen on its own، بنعمل application. So battery can pull electron from oxygen and push them to hydrogen. يبقى حط battery هنا والoxygen pull وتخلي electron تروح للelectrode. هنا اسمها electrolytic cell، هناك كان اسمها galvanic cell. electrolytic cell و galvanic cell. اوكي، الelectrolytic cell دي a device for doing electrolysis، بيعمل electrolysis. الجلفانيك سيل can be converted to electrolytic cell if we applied، يعني الالكتروليتيك سيل عبارة عن جلفانيك سيل بس بنعمل application من ال من الكارنت من الخارج، تمام، to electrolytic cell if we apply potential from external source battery مثلا opposing that of galvanic cell where electrode reaction are inverted. بمعنى ان هناك كان عندنا ايه يا اولاد؟ زي ما قلنا في الجلفانيك سيل قلنا الكبر هنا كاثود وجين الكترون، وهنا الزنك انود ولوس الكترون. اوكي، لا ببص هنا بلاقي ان الكبر هنا هو الانود. الله، الكبر هو الانود ولوس الكترون. ازاي يعني الكبر بيحصل له هنا اوكسيديشن؟ بيحصل له اوكسيديشن.
طيب لان انا هنا جبت حاجه عملت بول الكترون، بول الكترون شدت الالكترون منه على الرغم ان هو كان هناك في الجالفانيك سيل جين الكترون، لا هنا جبت ابلاي بوتنشال ابلاي الكتريسيتي شدت الالكترون منه وودتها للزنك. الكبر هنا از انود والزنك هنا كاثود، الزنك هنا حصل له ريدكشن بدل ما كان بيحصل له اوكسيديشن هناك في الجالفانيك سيل، والكبر هنا حصل له اوكسيديشن لان انا شديت الالكترونات منه عن طريق ايه؟ عن طريق ابلكيشن اوف باتري او يوزنج باتري. اهو في الجالفانيك سيل لو جينا بصينا هنا يا اولاد، جالفانيك سيل فيرسس الكتروليتيك سيل، اهو هنا دي الالكتروليتيك سيل، قلنا هنا الانود، لو بصينا هنا بنقول الالكتروليتيك سيل بول الكترون، طيب هنا بول الكترون اللي بوزيتيف الالكتروليتيك سيل ديت، وده الجالفانيك سيل في البدايه قلنا ده الانود لوس الكترون تمام، وهنا جين الكترون بيبقى عليه بنسميه بوزيتيف، ده كاثود وده انود. في العكس هنا بلاقي ان ده الانود وده الكاثود، الانود هنا وده الكاثود، ركز الانود هنا عليه بوزيتيف تشارج في الالكترونيك سيل، وهنا الكاثود عليه نيجاتيف تشارج. هنا تو سيلز، تو سيل مختلفين، لكن هنا في نفس السيل ار ريدوكس ريأكشن تيك بليس ان بوث سيل، ده فين؟ هنا ان بوث سيل، هنا في نفس السيل، هنا تو سيل. اوكي ده بالنسبه للجالفانيك سيل فيرسس ال الالكتروليتيك سيل تمام. وان شاء الله المره اللي جايه او المحاضره اللي جايه هنكمل مع بعض وهناخد التايب اوف الكترودز. اوكي ويا رب ان شاء الله نشوفكم على خير، وده الايميل بتاعي لو حد عايز يتواصل معايا، وكل سنه وانتم طيبين وشكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.